قصة التطرف في الصعيد هي موجودة في الحاجات اللي على مزاجنا. أنا أصلاً صعيدية وبحب المجتمع جداً بتاعي يعني، فأنا مش ضد كل التقاليد بتاعتنا، لا أنا ضد حاجات معينة جوه تقاليدنا. يعني إحنا الأجيال الجديدة بنحاول نغير كده، يعني حتى لو في فكر سلبي أو اللي هو البنت ما تطلعش من البيت أو البنت ما تلعبش أصلاً في النادي، وإزاي أصلاً هي تلعب مع أولاد وبنات، وإزاي أصلاً إن هي تمشي بلبس رياضي كده في الشارع، ده بالنسبة لهم حاجة غريبة. كنت أنا وصغيرة يعني، فكنت بشوف بتوع السلة وهما بيلعبوا في الملعب، كنت بحس بمتعة أصلاً لما بشوفهم هما بيلعبوا، فقلت لا أنا هدخل وألعب معاهم. أنا نزلت ورحت النادي ولعبت وبسافر ماتشات وعايزة أوصل للهدف. أنا بعمل اللي أنا عايزاه طالما شايفة نفسي إن أنا بعمل صح مش بعمل غلط، وهفضل ألعب سلة يعني حتى لو اتجوزت فيما بعد أنا هفضل ألعب سلة. حتى لو في فكر صعيدي مش مدينا أو مش دافعنا شوية، أنا نفسي أغير المجتمع ونفسي الأفكار اللي جوه المجتمع تتغير. كنت كل ما بشوف مثلا جماعة من صحابي، يا جماعة احنا بنلعب سلة، اللي حابب ينضم معانا يجي، وكان في بنات فعلا بتنزل معانا وبتلعب. يا ريت يعني يا ريت اللي يكون عنده حلم احاول حتى اديهم خطوة او فكرة صغيرة او كلمة ممكن تغير حاجات كتير في حياتهم. دفعة كده البنت في الصعيد ان هي حققت حاجة هي نفسها فيها، حتى لو ما وصلتش لاخر الحلم بس انا على الاقل ابتديت، يعني انا مشيت خطوة واحدة. دي قصتي، انت ايه قصتك؟